تنصفش حاجة ما تنصفش. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء. من مصر هنا غزة، من مصر معلنين الحداد تضامنا مع كل فلسطيني بطل، من كل مصري إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، إلى كل شهيد على روحكم الطاهرة السلام، إلى كل فلسطيني بطل متمسك بأرضه لكم كل التحية. وسيظل الشعب الفلسطيني يضرب كل الأمثلة في الفداء والبطولة والتضحية. إن عاجلا أو آجلا ستكون فلسطين للفلسطينيين، وهتفضل فلسطين للفلسطينيين مهو حاول الكيان الصهيوني تزييف التاريخ وتغيير الجغرافيا، وهيفضل الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه ورجاله وشيوخه رموز للشجاعة والبطولة والصمود والفداء، وهتفضل أرواح الشهداء أشباح بتطارد الكيان الإرهابي. صباح العزة والنصر بإذن الله. تعالوا نبدأ حلقتنا من برنامجنا 8 الصبح مع حضراتكم. عندنا كلام يطول جدا، وشايفين طبعا ما بين ساعة والتانية بل لحظة والتانية الأرقام الخاصة بالضحايا بتتصاعد، الأعمال الدموية في قطاع غزة وعلى الفلسطينيين كل ساعة في تصاعد مستمر. لحد اللحظات اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي، في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ما بنقولش فقط على قطاع غزة، لأنك إذا كنت بتستهدف فصيلة، إذا كانت حماس أو جهاد كما قيل في الـ 48 ساعة الأخيرة، طلعت لنا فصيلة هي فصيلة الجهاد وحملوها إن هي المسؤولة عن يعني الحالة الدموية اللي حصلت وسفك الدماء وما حدث في مستشفى المعمداني. ولكن بننتظر تحقيق دولي، الجنائية الدولية، وهنا يأتي السؤال: هل ستتدخل الجنائية الدولية بالفعل؟ هل ممكن نجد تحقيقا؟ هل الجانب الإسرائيلي قوات الاحتلال هل هتوافق على دخول الجنائية الدولية لتحقق في هذا الأمر أم سترفض؟ يعني أسئلة كثيرة جدا مطروحة، والأبرز في هذا التساؤل أو كل هذه التساؤلات هي متى ينتهي الاحتلال؟ وهو ده مربط الفرس زي ما احنا بنقول، لأنه إذا كنا بنتحدث على المقاومة سواء حماس أو أي فصيل أخر أي فصيل آخر، لن تكون هناك مقاومة إذا لم يكن هناك احتلالا، لأنه المقاومة هي ردة فعل. ولذلك مربط الفرس ومفتاح حل هذه الأزمة هو إنهاء الاحتلال. ولا يوجد احتلال لأي دولة في العصر الحديث إلا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل وكل جديد، وهيكون معانا خبراء على الهواء مباشرة هنطلع منهم على كل التفاصيل. امبارح شفنا خطاب مهم قوي، لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر ما بين الجانب المصري والجانب الألماني. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف عند أهم وأبرز الرسائل في هذه القضية، ومن أبرزها المساعدات، ومن أبرزها عدم تصفية القضية الفلسطينية، ومن أبرزها الحفاظ على الأمن القومي المصري. هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل، ولكن اسمحوا لنا هنروح نفاصل ونرجع مع حضراتكم مرة أخرى. الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. أمر مهم قوي إن احنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وعلى حدودنا الشرقية الآن، هتجدوا دايما إنها مشتعلة، لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها
بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم أنتم. اصطفاف واحتشاد للشعب المصري امبارح، شفنا العديد والعديد من المظاهرات اللي بتندد بما يتم حاليا في غزة وتؤيد الموقف المصري وتؤيد وتدعم كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بالأمس، وهنتوقف مع حضراتكم عند أبرز وأهم الرسائل، ولكن هبتدي مع حضراتكم باستعراض أبرز الأخبار. بالأمس أكد البيت الأبيض في بيان لي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة التنسيق المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين، واتفق الزعيمان على العمل معا بشكل وثيق لتشجيع الاستجابة الدولية العاجلة والقوية للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وأكد الزعيمان مجددا التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر. في نفس السياق صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام. نص البيان جاء كالتالي: تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات. كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هنتابع مع حضراتكم طبعا كل تفاصيل، ولابد أن نشير لهذه الخطوة بعد اتصال هاتفي من الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قام بمهاتفة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا ليس هو الاتصال الأول من نوعه على الصعيد الدولي والإقليمي. شفنا اتصالات كتيرة جدا من رؤساء وحضور رؤساء ورؤساء وزراء إلى مصر، لأن مصر بتلعب هنا الدور المحوري في المنطقة، ولذلك هي مصر محتضنة للقضية الفلسطينية منذ التاريخ، على مدار التاريخ، ليس فقط منذ 7 أكتوبر فقط. تابع مع حضراتكم ما تناولته الصحافة الدولية، نرصد معاكم بالتفصيل الإشادات الدولية بالدور المصري في الأزمة الفلسطينية الحالية، ونتابع مع حضراتكم أول بأول كل التفاصيل. تفضل. إشادات دولية بدور مصر في الأزمة الفلسطينية. موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: مصر تصون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة. كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا: الدور المصري محوري ويتميز بالحكمة والمسؤولية. هاكان فيدان وزير خارجية تركيا: لمصر دور مهم في تسهيل وصول المساعدات لغزة. أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة: نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر لتسهيل وصول المساعدات لغزة. أنطونيو تاياني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي: نعول على دور مصر المهم والحيوي بشأن التطورات الراهنة. السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا هاما في المنطقة لضمان الاستقرار والأمن. جيرمي هوبكنز ممثل يونيسيف في مصر: مصر شريكنا على الأرض في الدعم المقدم لأطفال غزة. المستشار الألماني أولاف شولز: دعم جهود مصر لتهدئة التوترات في غزة، ونعمل مع مصر للتخفيف من العواقب الرهيبة للحرب. مارتن جريفيس منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: مصر كانت بناءة منذ البداية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة. للمزيد من التفاصيل ينضم لي هاتفيا دكتور عصام خليل. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أهلا بك يا دكتور عصام، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الموقف بيشتد استعارا وتزايدا كل يوم،
يعني كيف تقرؤون المشهد؟ وحضرتك شفت كمان بعد كلمة سيادة الرئيس امبارح الاحتشاد والاصطفاف من الشعب المصري خلف كلمة سيادة الرئيس، ودايما احنا نتحدث عن أهمية أيضا الظهير الشعبي الداعم دائما للقيادة السياسية، فما الرسالة وراء هذا الاحتشاد في نظرك؟ الرسالة طبعا واضحة جدا، أن الشعب المصري كله نزل في الميادين بيعبر عن تأييده وتفويضه لفخامة الرئيس في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والدفاع عن كل شبر من أرضنا الحبيبة مصر. وهو تأييد مطلق واضح، وده بس كان تأييد شعبي، وكان أيضا في تأييد من الشباب في الجامعات. كل الأحزاب باختلاف ايديولوجياتها كانت داعمة واعلنت تأييدها واعلنت تفويض فخامة الرئيس فيما يتخذه من قرارات. الحقيقة ده الشعب المصري دايما في الوقت اللي بيحس فيه بالخطر على بلده بينتفض خلف قيادة السياسية، وده اشبه اليوم بالبارحة كما حدث في يوليو 2013 حين طلب فخامة الرئيس من الشعب المصري بالتفويض لمكافحة الإرهاب المحتمل، فهو تقريبا المواقف مشابهة. الشعب المصري بأصالته دايما بيبقى ملتف حول بلده عند استشعار أدنى درجات الخطر. نعم دكتور عصام، يعني احنا انا كنت بسألك في البداية عن الموقف بتصاعد الاحداث حاليا، حضرتك شايفه ازاي؟ ولعلي ازيد على هذا السؤال ايضا، يعني موقف المجتمع الدولي في رأيك، ومتى يتحرك مجلس الامن؟ فقوات الاحتلال يعني لم تبقي على مكان لتجعله امنا، فماذا ينتظر مجلس الامن حتى يأخذ قرار لوقف هذه الاعتداءات؟ خليني اقول لحضرتك انه علشان نحط عنوان للمشهد من اللي منذ 12 يوم، يعني بالاضافه لكلمه فخامه الرئيس النهارده بالامس، يعني انه اولا مصر دائما داعيه الى السلام، وانا شايف كلمه فخامه الرئيس امبارح بكل معانيها انها كلمه تاريخيه. اما موقف الدولي عشان ننتظره، الحقيقه انا سواء كانت الامم المتحده او مجلس الامن انا مش متوقع منهم الحقيقه ايا من الاستجابه او ايا من التحرك الايجابي في اي مجال، وده طبعا لتاريخ المعهود منذ ان انشئوا بعد الحرب العالميه الثانيه. لكن اللي ممكن يحرك المواقف هو انه الدول العربيه جمعاء تكون موجوده بفعالية إلى جنب ما تفعله مصر بفعالية في هذا الدور الرئيسي، بأنها تستخدم ما لديها من مقومات، سواء كانت مقومات دبلوماسية أو كمان سلاح البترول كما تم استخدامه عام 73. لو تم استخدام هذا السلاح العالم كله سوف ينظر بنظرة إيجابية ويكون بيتحرك تحركات إيجابية علشان يحد من أو يوقف هذه العملية وهذا البطش بالشعب الفلسطيني أو حتى تكملة المخططات. بالإضافة أن كلمة امبارح من أحد عناوينها هي سقوط الأقنعة، لأن فخامة الرئيس تكلم وضح كل شيء، وضح كيف أن النية متجهة إلى ليس فقط إلى الشعب الفلسطيني ولكن الزج به من شمال غزة لجنوب غزة ودفعه، ده وراه نية مبيتة إلى دفعه إلى سيناء لتحقيق ما واهمون هم فيه طبعا صفقة القرن، وأنه يحول الفلسطينيين إلى أرض سيناء في مقابل أنه كده بيصفوا القضية الفلسطينية. فإحنا حتى في الحزب بالأمس أطلقنا لإيجاز كل هذا وموقف الحزب أن فيه أربع لاءات، ونعم اللاء الأولى لا للتهجير، لا للتوطين، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتنازل. لا عايزين الأربع لقاءات تاني يا دكتور عصام. نعم يا فندم. الأربع لقاءات تاني من الأول. حاضر يا فندم. لا للتهجير، لا للتوطين، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتنازل عن شبر واحد من أرض مصر،
واللي علشان نحقق الاربعه دول هناك. نعم نعم لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من اجراءات لتحقيق هذا، وده كمان يعني لادي احنا استشفناها من كلمه فخامه الرئيس. اما الموقف الدولي فهو في شيء ايجابي وحيد، وهو ان العالم كله عرف قيمه مصر، وعرف ان مصر هي لاعب ليس اقليميا فقط ولكن لاعبا اساسيا عالميا. وده اللي اقر به المشرعون الامريكيين منذ فتره. وحضرتك بتستعرضي كل الدول الغربيه المؤيده لاسرائيل بتلجا الان الى مصر وتشيد بدورها سواء كان في اقرار السلام او انها اللاعب المحوري والاساسي في حل القضيه الفلسطينيه حلا جذريا. انا سمعت حضرتك في الانترو وقلت متى ينتهي الاحتلال او القضيه الفلسطينيه؟ لن تنتهي هذه القضيه الا بحل الدولتين واقرار السلام في المنطقه بناء عندها. ومصر دائما حريصة على هذه الحقوق وهذه الثوابت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. ينضم لي أيضا هاتفيا الأستاذ محمد ماهر السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير زهيبة، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. وكان في بالأمس وكلنا تابعناها جلسة طارئة لمجلس الشيوخ، أردتم من خلالها أنه صوتكم يصل ببعض الرسائل، أبرزها كان إيه؟ طبعا بعد التحية لحضرتك والسادة المشاهدين مرة ثانية، يمكن بقى كان دعوة لجلسة طارئة في مجلس الشيوخ دي يعني مناقشة الوضع القائم في طبعا الأحداث اللي بتتم في غزة الشقيقة ودولة فلسطين والاعتداءات اللي بتتم من الاحتلال الاستيطاني اللي موجود. يمكن يعني كان هناك شبه توافق وتأكيد من كافة يعني أعضاء المجلس، وخرجنا بتوصيات أساسية يمكن أهمها بالتأكيد كان متعلق بالدعم الكامل للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، دعم كامل ويمكن نقول اصطفاف وطني حقيقي خلف القيادة السياسية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللي تساهم بشكل كبير في حفظ الأمن القومي المصري وأيضا الأمن القومي العربي. كان هناك يعني شبه تأكيد على أنه لا يمكن أن يتم الموافقة أو السماح بالتهجير القسري لأشقائنا في فلسطين، لأن ده بالتأكيد هيؤدي بشكل كبير جدا لتصفية القضية الفلسطينية وأيضا تفريغها من مضمونها. وزي ما سيادة الرئيس كان أكد قبل كده أن مصر تستضيف حوالي 9 مليون شقيق وأخ من الدول العربية اللي فيها مشاكل أمنية، ولكن الوضع بالنسبة لدولة فلسطين مختلف تماما، لأن احنا بنتكلم على قضية تهم كل مواطن عربي وليس فقط الدولة الفلسطينية. اتكلمنا امبارح كمان على التحديات الموجودة في الإقليم العربي وطبعا الشرق الأوسط، وإزاي إن احنا بنرفض تماما ما يتم من اعتداءات وحشية يعني من الاستيطان، وخصوصا إن في دولة أو في قطاع غزة خصوصا على المستوى المحدود. يمكن امبارح أول امبارح كان هناك رفض كبير جدا لما تم من اعتداءات نقدر نقول مخزية وعار على الاحتلال الفلسطيني واعتداء على طبعا مستشفى الاهلي اللي موجوده في قطاع غزه والضحايا من الابرياء من الاطفال والشيوخ. يمكن دي اهم النقاط اللي احنا اكدنا عليها امبارح في ختام الجلسه. نعم اشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ماهر السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب. وينضم لي هاتفيا دكتور عبد المهدي مطوع المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور عبد المهدي صباح الخير على حضرتك، اهلا وسهلا. صباح النور عليك وعلى السادة المشاهدين. دكتور بداية يعني خلينا أوضعنا في تطورات الأوضاع بشكل عام، وكيف ترون دخول المساعدات الإنسانية والموافقة على دخول، وهل في نظركم ده يعتبر تطور في الأمر؟ يعني أولا كلنا كما نتابع في شاشات التلفزيون. الصوت مش واضح يا جماعة أرجوكم. كلنا زملائي في الكنترول روم بس نوضح الصوت شويه لدكتور عبد المهدي، اتفضل يا دكتور. كلنا كما نتابع على شاشات التلفزه ما يحدث في فلسطين، هناك حاله غير مسبوقه لم يسبق خلال القرن ال21 شيء مشابه بهذا الشكل. قصف للمدنيين في ما يشبه اباده جماعيه،
لها أهداف سياسية تخدم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. هذا أهم هذه الأهداف هو التهجير. ولماذا التهجير؟ لأنه إسرائيل منذ عام 2000 وحتى اليوم كان هناك لدى أروقة القرار السياسي في إسرائيل قرارا كيف يمكن التخلص من الوضع الديموغرافي الفلسطيني، خصوصا أنه الفلسطينيين في فلسطين التاريخية أي غزة والضفة والقدس وفلسطينيين الداخل هم أكثر عددا، أصبحوا أكثر عددا من اليهود بالمجمل العام. لم تسنح لهم فرصة في الحقيقة لتنفيذ مخططات التهجير، ولكن بعد 7 أكتوبر لاحت هذه الفرصة لهذه الحكومة، فخرج هذا المشروع من داخل الأدراج مرة أخرى، وبدأت إسرائيل في قصفها الغير مسبوق ضد المدنيين بحجة تفكيك أو تدمير حركة حماس في قطاع غزة. بالتأكيد هذا المشروع يحتاج إلى موافقة أو على الأقل غض الطرف من الأطراف العربية وحتى الفلسطينية، لكن طالما دائما مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية أمن قومي مصري وتعتبرها على رأس سلم الأولويات، وهذا على مدار التاريخ المصري، كان هناك انتباه شديد جدا لهذا المخطط. لذلك بدأت أوجه تفكيك هذا المخطط، وجزء من أوجه تفكيك هذا المخطط هو دعم صمود الموجودين الآن في غزة، وجزء من دعمهم هو إيصال المساعدات الغذائية والماء والدواء، برغم أنه يعني ما يتعرضون له أكبر بذلك كثير، لكن هذه المساعدات سوف تساهم بصمود هذا الشعب، لأنه مبدأ التهجير مرفوض لدى الفلسطينيين بشكل عام، لكن هذه المساعدات ستساهم في صمودهم وتحملهم لما يحدث في. دكتور عبد المهدي، حينما تتكلم قوات الاحتلال تتحدث دائما عن استهداف حماس، فهل هو منطقي أو واقعي من وجهة نظركم أن يتم استهداف المدنيين والمنشآت سواء المنازل كما حدث منذ بالأمس وحتى مستمر من خلال الطائرات الإسرائيلية والغارات المستمرة حتى الآن على المنازل أو المستشفيات أو المدارس التابعة للأونروا، وكلها تعتبر جرائم حرب، ونحن نعلم أن حماس تحت الأنفاق؟ نعم، أولا إسرائيل ربما تكون من أكثر دول العالم التي تعرف قطاع غزة جيدا وتعلم أنه أكثر كثافة سكانية في العالم، وأنه لا يمكن فصل بين المدنيين وبين أي طرف آخر، لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين الأطراف. لذلك من الصعوبة بأي مكان أن تحاول أي جهة إسرائيل أو غيرها بحجة القضاء على حماس أن تقوم بعمل عسكري دون أن يكون الضحايا بشكل رئيسي هم المدنيين. على مر السؤال الأهم هو على مر السنوات الماضية أين ماذا كان دور نتنياهو، خصوصا نتنياهو في التعامل مع حماس في غزة؟ كان هدفه الرئيسي هو فصل غزة عن الضفة، هو عزز هذا الانفصال وسمح بهذا، هو جزء من مسؤوليته الآن في الإعلام الإسرائيلي هو يوجه له الاتهام بأنه مسؤولية تامة عما وصلت إليه الأخرى، مسؤول عن إبعاد خيار السلام والوصول إلى هذه المرحلة. ما يحدث الآن هو نتيجة الفكر اليمين الإسرائيلي المتطرف بغض النظر على الطرف الآخر في الجانب الفلسطيني، هذه نتيجة طبيعية لاختيار خيار الحرب وابتعاد أفاق السلام. هذا ما يحدث الآن، هذا ما يدفع الشعب الفلسطيني وما سيدفع أيضا الاستقرار في إسرائيل، لأنه لا يمكن دفع الفلسطينيين إلى الزاوية ووضعهم بلا خيارات ثم الطلب منهم أن يقبلوا بذلك،
بالتأكيد سيكون هناك رد الفعل، ورد الفعل هذا سيؤثر على استقرار إسرائيل، سيؤثر على فلسطين، وسيؤثر على المنطقة بكاملها. فيما يتعلق باستهداف المدنيين والمؤسسات والمنشآت وكل ذلك، منذ أن حصلت إسرائيل على التفويض الكامل من الولايات المتحدة وشك الدعم على بياض من الولايات المتحدة والغرب، لا يوجد لديها أي هاجس في استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، بغض النظر هل هي مناطق قريبة من مناطق مثلا بنى تحتية عسكرية أو موجود بها مدنيين أو مستشفيات أو مدارس. أصبح لديها تفويض كامل من هذه الدول وحماية في المؤسسات الدولية من المساءلة، وستمضي بهذا الشكل حتى نهاية هذا الحرب، مما سيخلق أزمة غير مسبوقة، وهي تعتمد على أن تصدر هذه الأزمة إلى مصر، وهذا هو أحد الأهداف الغير معلنة لمثل هذه العملية. لذلك الخطوات المصرية الاستباقية من والمطالبة بخلق مناطق آمنة في قطاع غزة وتوصيل المساعدات وحتى المستشفيات الميدانية هي في الحقيقة طريقة لتفنيد الأهداف الإسرائيلية وعدم تحقيقها، وهذا سيخلق فيما بعد مع مرور الأيام رأي عام سيساهم بشكل أو بآخر بإيقاف هذا الجنون، لأنه نعم هناك تفويض لإسرائيل في خطواتها ضد الفلسطينيين في غزة من الإدارة الأمريكية، ولكن إلى متى؟ طيب دكتور عبد المهدي، حضرتك تطرقت في طي كلامك عن الأهداف السياسية وراء هذه العملية، لكن دعني أسألك أيضا عن أهداف زيارة بايدن بالأمس. نعم. هل أتت أكلها أم أن إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة في الأردن أجهضت هذه الثمار؟ يعني القمة التي كانت في الأردن كان يهدف منها بعد أن يقول بايدن أنه لسنا فقط نحن من يوافق على ما يحدث، ولكن أيضا قادة المنطقة العربية، وقادة المنطقة العربية يدركون ذلك. لذلك قبل زيارة بايدن، في الزيارة التحضيرية التي قام بها بلينكن، جاء إلى مصر والأردن والتقى الرئيس المصري والملك الأردن ورئيس السلطة الفلسطينية قبل زيارة بايدن، كان هناك اتفاق واضح في الرد على زيارته بخطوات محددة ومواضيع محددة. وربما كلنا شاهدنا على الإعلام أثناء زيارة بلينكن إلى مصر الكلام الذي وجهه الرئيس المصري أمام الشاشات لبلينكن. لذلك كان الهدف من هذه القمة للدول العربية هو أن يكون من نتائجها هدنة وإيقاف هذه الحرب، هذا على مستوى الدول العربية. الهدف من بايدن من هذه القمة هو أن يقول أننا لدينا أيضا تفويض من الدول العربية، وربما تصادفت أن حدث القصف للمستشفى الأهلي وانتهت هذه القمة، لكن حتى لو لم يحدث هذا القصف كانت هذه القمة أيضا لن تقدم للرئيس الأمريكي بايدن ما أراد أن يأخذه من القادة العرب. دكتور عبد المهدي مطوع المحلل السياسي الفلسطيني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور عبد المهدي أيضا تطرق إلى المساعي المصرية والجهود من أجل طبعا عدم التصعيد في القضية الفلسطينية، ومصر دائما وأبدا محتضنة لهذه القضية، ليس فقط من يوم 7 أكتوبر ولكن على مدار التاريخ كما قلنا من قبل. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، فاصل ونتواصل. وإذا استدعى الأمر أن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يا
ده نموذج بسيط قوي للاحتشاد اللي احنا شفناه في بعض من الاماكن، يعني 5% اللي احنا شفناه من خلال التقرير اللي معانا. المظاهرات المنددة بما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين ما زالت مستمرة وهتستمر على مدار الأيام القادمة، ويمكن حتى من قبل ما سيادة الرئيس يدعو. يعني امبارح سيادة الرئيس قال إذا استدعى الأمر سأدعو، لكن هو ما لحقش يقول الجملة دي. الناس كانت من قبلها نزلت الشارع وبتعبر عن رأيها، وحتى من قبلها بيوم نزلوا الناس في 6 أكتوبر هنا في ميدان الحصري في كل ميادين مصر، وكانوا بيوصلوا كلمة مصر ورفضهم لما يتم من مجازر بشعة في القضية الفلسطينية حاليا على أرض غزة. امبارح طبعا كان في جلسة طارئة في مجلس الشيوخ، والنهاردة مجلس النواب هيبقى فيه جلسة طارئة. أقول لحضراتكم بعض الأخبار. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالأمس أكد وهو رئيس مجلس الشيوخ أنه مجلس الشيوخ يدين تلك الحرب ويؤيد ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني، الأمر الذي قابله أعضاء المجلس بالتصفيق والهتاف تحيا مصر. ده كان خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ بالأمس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ودعا أيضا عبد الوهاب الشعب المصري بكافة طوائفه التكاتف صفا واحدا خلف الرئيس والقوات المسلحة الباسلة. أيضا مجلس النواب المصري أعلن عقد جلسة طارئة اليوم لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وقال المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس في بيان: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الساعة 1 ظهرا، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ده فيما له علاقة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب. أيضا للكنيسة المصرية موقف ثابت عبر التاريخ وقومي ووطني، وبالأمس عبر قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن استنكاره البالغ لما يحدث في فلسطين من قصف ودمار وخراب وقتل، وأوضح أنه ليس هناك أي شيء من التكافؤ في الحرب، مضيفا: قلوبنا تعتصر ألما مما يحدث في غزة، فهناك أعداد كبيرة من القتلى والضحايا والجرحى والمشردين، وباسم الكنيسة القبطية ندين هذه الأعمال الوحشية، فالإعلام ينقل مظاهر في منتهى الألم. وتابع قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالأمس أن مستشفى المعمداني يعتبر أكبر مستشفى يقوم بعمل خدمة كبيرة لأهل قطاع غزة، واستهدافه أمر يفوق الخيال بهذه الوحشية وهذا الخيال، مضيفا: نصلي من أجل أن يعطي الله سلام وحكمة ويحفظ أهلنا وإخواننا المسلمين في غزة وفلسطين، وهذه الحرب نصلي ليعطيهم الله الحكمة، فحياة الإنسان أغلى ما يملك، فحينما يقوم الإنسان بتدمير الحياة بنفسه يعتبر شر عظيم وسيسقط من رحمه الله. وأضاف خلال عظته الأسبوعية: في نفس الوقت نؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه الرئيس السيسي والقيادة السياسية من أن تفريغ القضية الفلسطينية بإزاحة وجود الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض جملة وتفصيلا. أيضا مجلس أمناء الحوار الوطني بدوره دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، واعتبر بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكرى 50 لهذا النصر. وقال بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين قلب قضايا الأمة العربية، ورفضا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.
أضاف البيان أيضا أن مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر. وأكد البيان أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا اليوم في هذا المكان يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها وانتصارها العظيم في 1973، وهو رسالة مهمة في الذكرى 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر. امبارح السوشيال ميديا طبعا ابتدت تتحدث عن خطاب محمد صلاح، وابتدوا يتكلموا انه حتى وان طال صمته ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان تأتي. ولكن احنا يعني ربما يكون بعضنا عنده رأي اخر غير ما يقال عن السوشيال ميديا، مش كلنا بندخل نتكلم على السوشيال ميديا، بالعكس احنا شايفين انه محمد صلاح كان موقفه داعم بالمواقف. لما محمد صلاح يدعم الهلال الاحمر يدعمه بالموقف وليس بكلمة تقال على السوشيال ميديا ولا برفع تيشيرت ولا برفع علم، يعني أمور مقارنة بما فعله هو على أرض الواقع والدعم الحقيقي الإنساني المادي المساعدة الحقيقية. إحنا حتى بنقول كده جملة يعني إغاثة الملهوف أفضل حاجة ممكن أنت تعملها في أوقات الصعاب. إغاثة الملهوف دي ليست بالكلمة فقط، يعني الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا وتقول لك وتهاجم، يعني كل ده ممكن يكون دور نجم مطلوب ومهم، لأنه رسالة قد تصل إلى أيضا الجانب الدولي بشكل مهم جدا، وهنسمع محمد صلاح الإمبارح. ولكن كان الأهم ما سبقه الموقف اللي اتخذه محمد صلاح، إن هو على طول يفكر في المساعدة الواقعية اللي تؤثر على طول في الجانب الفلسطيني، دعمه بشكل أساسي هو ده السند اللي هو ممكن يقدمه في حينها، وما كانش لازم ان هو يقول للناس وما كانش لازم ان هو يخبر الناس. والصفحة الرسمية للهلال الأحمر هي اللي طلعت الخبر عشان كلنا طبعا كمتابعين عارفين هذه التفاصيل، لكن في ناس بتغض الطرف عن هذه الأمور وتصدر دائما الهجوم على نجمنا المصري. لما بنقول فخر العرب هو فعلا فخر العرب. اسمعوا ما قالوا، اسمعوا هذه الرسالة اللي هو وجهها للعالم. على فكرة ممكن بعض الجمل اللي هو قالها تعرضه للمشاكل، واحنا شفنا 4 لاعبين على المستوى الدولي عرب مجنسين بيلعبوا برا مصر، منهم في 2 بيلعبوا في الدوري الفرنسي تم انهاء عقودهم، ابرزهم كان في نادي نيس على ما اتذكر ان لم تخدني الذاكرة، ده كان لسه اول امس. فاللي يتم تجميد عقده واللي ينتهي عقده كل ده لمجرد بس ان هو رفع علم فلسطين مثلا على السوشيال ميديا او قال كلمه مسانده للقضيه الفلسطينيه. تعالوا نشوف ما قاله محمد صلاح وهاجي اقول لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بهذه الكلمه. اتفضل. It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. طبعا تابعنا كلمة محمد صلاح وأردنا أن احنا نعرضها مع حضراتكم باللغة اللي هو وصلها على السوشيال ميديا، لأنه هو هنا بيحدث المجتمع الدولي بشكل عام، بيحدث الإعلام الغربي اللي هو حتى الآن لا يدين ما يتم من نسف دماء وقضايا وتصفية للقضية الفلسطينية، محاولات تصفيتها وسفك دماء بلا أي رحمة وبغض الطرف عما يحصل، كأن العالم معصوب العينين ويرفض أن يشيل هذه العصابة من على عينيه. تعالوا نشوف بقى كلمة محمد صلاح كده ونفسرها مع حضراتكم. هو بداية كلمته أصلا فيها رسالة، قال ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، وقال كمان شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب. ده
يعني انظروا ما يحدث، هذه رسالة، انظروا ما يحدث في غزة. لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها. هنا رسالة قوية جدا من محمد صلاح عشان الناس تستفيق، الناس اللي هي بتستنكر أو بتعتبر وكأنها تفرق بين دم ودم، بين ما يحدث من سفك دماء، ولا تعتبره سفك دماء في فلسطين وإنما تعتبره سفك دماء في إسرائيل. وقال كمان أنه يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا. هذه رسالة في منتهى الخطورة وفي وقتها. ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى. وأكد كمان أنه بيحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف منعا لوقوع المزيد من المذابح للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود، الإنسانية يجب أن تسود. هذه الرسالة اللي أنهى بيها طبعا هي الإنسانية وحقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب ولكن لا ينفذها. لعل الجميع يعني بعد هذه الرسالة وبعد كل ما يتم وبعد ما يرونه على السوشيال ميديا يعني يمر بحالة استفاقة، يمر بحالة صحوة ضمير. وبما اني بتكلم على الرسائل للعالم، شفنا امبارح على فكرة مظاهرة منددة بما يتم في غزة من أعمال وحشية وإجرامية وسفك دماء في الكابيتول الأمريكي، داخل وخارج الكابيتول الأمريكي. وهنا بسأل على الشيفت اوف ابروتش أو تحول في النهج المتبع. نرى الشعوب ونرى بعض الرؤساء وبعض رؤساء الوزراء يدلون بتصريحات منددة لما يحدث وأيضا مناهضة لما يحدث من إسرائيل. إزاي المجتمع الدولي ابتدى ينظر للقضية؟ طبعا الجانب الأمريكي مساند دائم للرواية الإسرائيلية، وطبعا الجانب الفرنسي والجانب الإنجليزي والجانب الألماني، وده اللي احنا شفناه في مجلس الأمن من خلال طبعا رفضهم للقرار. هطرح هذا التساؤل على دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا دكتور أيمن. تحية الوقت أحب أقول لكل السيدات والسادة المشاهدين والمتابعين. هل ترى الآن تحولا دوليا في المواقف بعض الشيء؟ بالتأكيد، يعني نحن نتابع منذ اليوم الأول لهذه المعركة، منذ يوم 7 أكتوبر هناك كان هجوم شرس من قبل المجتمع الدولي على شعبنا الفلسطيني، ورأينا التأييد الأعمى للاحتلال، ولا أحد أخذ بأسباب الانفجار يوم 7 أكتوبر، ولم يتحدث عن تفاصيل طبعا تراجع الموقف الدولي الذي يدفع بهذا الانفجار، رغم تحذيرات كانت كثيره من قبل اقل تقدير. لو تحدثنا عن يعني دول معتدله في المنطقه من ضمنها مصر والاردن، والتي قالت في قمتي شرم الشيخ والعقب ضروره ان يتم طبعا ايجاد حل عادل قبل ان ينفجر برميل البارود، ولكن لا حياه لمن تنادى. اليوم مع مشاهد الدماء التي تنتشر في كل مكان في قطاع غزة، الأطفال الذين يقطعوا أشلاء ويحرقون، بدأ العالم يستفيق من الرواية التي صدقوها في اليوم الأول. لأنه اليوم الأول عندما قيل أن الشعب الفلسطيني يقتل أطفال ويحرق أطفال ويغتصب نساء، لم يستطيعوا أن يجدوا صورة واحدة لما قاله وادعاه الاحتلال والغرب. لكن عندما يقول الشعب الفلسطيني أن أطفالنا تقتل وتحرق، مئات بل ألاف الصور والفيديوهات تثبت ذلك. تغير بدأ بصراحة بتغير المجتمعي، ولكن حتى ذا لحظة هناك دول موقفها ثابت مع الاحتلال، على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا حتى رئيس بايدن وحتى وهو في زيارته لتل أبيب يردد الرواية الإسرائيلية في تفجير حتى مستشفى المعمدان، رغم الفيديو الذي انتشر بصوت الصاروخ والتصاق الصاروخ والتطام الصاروخ بالأرض. ولكن كل ذلك بقى البيت الأبيض طبعا يعلن عن تضامنه، وحتى أعطي الضوء الأخضر للاحتلال لاستخدام المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة في إسرائيل، والتي يقدر قيمتها بأربعة مليار ونصف دولار. وبالتالي الأمر واضح بدعم طبعا مطلق من قبل البيت الأبيض، وكذلك بريطانيا اللي رئيس وزرائها طبعا سيزور طبعا دولة الاحتلال اليوم للتضامن معها. فرنسا بدأ موقف يتغير شيئا، ما يمكن لنفع ذلك أن في ضغط على الاتحاد الأوروبي ليغير تدريجيا
يعني مشاهد هذه الحرب، وكذلك موقف أسبانيا وإيطاليا الذين منذ اللحظة الأولى لم ينجروا حول موقف الاتحاد الأوروبي وأصروا أن هناك يعني جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. نحن نراهن على وعي الشعوب رغم إقفال منصات كثيرة من التواصل الاجتماعي. نعم حضرتك بتقول يا دكتور أيمن نراهن على وعي الشعوب، ولكن الموقف تجاه القضية الفلسطينية وهي قضية كل العرب كما نقول وقضية أمة، لكن الموقف ليس موقف تنديد ولا شجب ولا إدانة، هو موقف المواقف. بالتأكيد يعني هذا الأمر أصبح واضحا، يعني أنا لا أتحدث عن العرب، هذا العرب طبيعي جدا موقف أن يكون مع الشعب الفلسطيني ويتابع كل ذلك بالتفصيل. يعني عندما أنا على سبيل المثال أرى أن الموقف المصري على سبيل المثال متقدم بشكل كبير جدا عن دول أخرى، هذا لا هذا واجب، لأن مصر ترى أن القضية الفلسطينية قضيتها. لكن أنا أتحدث عن الغرب بصراحة، وتغير الموقف الغربي هو الذي يهمنا في رسالة ومحاولة طبعا من الغرب لمحو طبعا ذاكرة الشعوب، إلا أن الأمر استفاق رغم كما أشرت إغلاق منصات التواصل الاجتماعي تعمية في كثير من المحطات، ولكن اليوم في ظل طبعا هذا العالم المنفتح الجميع يرى جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ويروا أن الاحتلال يريد أن يصفي القضية الفلسطينية بهذه الجرائم. أختي الكريمة، عندما نتحدث منذ عملية يعني جريمة المستشفى أول أمس حتى الآن الاحتلال لا زال مستمرا، يعني نتحدث عن أكثر من 300 شهيد في الفترة اللي لا تزيد عن 24 ساعة، الاحتلال مستمر في جرائمه، ومشاهد يعني بصراحة يشب منها الغلمان عندما نرى هذا الحجم من الدمار والقتل أمام مرأة مسمى من العالم في القرن 22، رغم كل ما يعني مدعين الديمقراطية لا يستطيعوا أن يدافعوا عن موقف حكوماتهم الذي دعم هذا الاحتلال. يعني دايما احنا بنقول دلوقتي يعني على أقل تقدير بقى لنا 48 ساعة بنكثف المناشدة، يجب وقف المجازر، يجب وقف المجازر، ولكن كيف توقف المجازر ويعني قوات الاحتلال زي ما حضرتك كنت بتقول مستمرة في قصف المدنيين، وآخرها مدرسة أحمد عبد العزيز، مدرسة تابعة للأونروا، بعد مستشفى المعداني، وبعد الحديث عن الأحداث الدموية اللي تمت في تلك الليلة، إيه اللي ممكن يوقف قوات الاحتلال؟ يعني أستاذ هبة، من يستطيع أن يوقف هذا السؤال مهم جدا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر أمس للاحتلال الاستمرار في عمله وإجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، لذلك رأينا الهمجية بعد زيارة رئيس الأمريكي بايدن تزداد ضد شعبنا الفلسطيني، القصف لا يتوقف، لا مكان آمن في غزة، لا شمالها ولا جنوبها ولا منتصفها، كل مكان في غزة ضرب تقريبا، وبالتالي هذا الضوء الأخضر الذي منحه وبمشاركة طبعا وزير الدفاع الأمريكي وقائد الجيوش الأمريكية في المنطقة ومشاركتهم في اجتماع خلية الأزمة أو ما أطلق عليه حكومة الحرب بشكل كامل، هذا أعطاهم ضوء بشكل كبير جدا. الآن الاحتلال الذي يهمهم للدخول في الحرب البرية هو يريد أن يقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، يرهق أكبر قدر ممكن من الشعب الفلسطيني. حتى هذه اللحظة ما يستهدف ويستهدفه مدنيين، أين المقاتلين الذين يستهدفهم؟ ويدرك أن حتى يشتبك مع المقاومين لابد من الحرب البرية، ولكن يجهز لها من خلال هذا القصف العنيف الذي تشهده غزة من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، هذا لإرهاق المقاومة كما أشرنا في ظل طبعا ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. جوزيف بايدن أثناء ذهابه إلى أو وصوله إلى دولة الاحتلال قال في طريقه أن الحرب البرية لا يفضلها، ولكن كما هو معروف الطائران والمتفاعلات لا تحسم المعارك، لا تحسم الهدف الذي أعلنت عنه حكومة الحرب بها القضاء على التنظيمات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا يعني الدخول في حرب برية قد تستمر. يعني لكن دكتور أيمن أسفل المقاطعة، لكن إذا كنت حضرتك بتتكلم إن هم أعلنوا عن بعض الأهداف، فهناك قرارات الكنيسة المصغر، أربع قرارات: إنهاء حركة حماس، إرجاع الأسرى، تأمين الحدود وإزالة الخطر عن قطاع غزة، مدى واقعية وقابلية للتنفيذ للأربع قرارات دول؟ بالتأكيد هذا يأتي في سياق ما تحدث عنه الإنهاء التنظيمات المسلحة بشكل كامل، ومرتبط طبعا بالرهان وإنهاء وجود حماس، إنهاء وجود حماس عسكريا، لأنه لا يستطيع أن ينهي وجود حماس سياسيا، لأنه حماس أيضا سياسيا لها مؤيدين في الضفة، مؤيدين في القدس، مؤيدين في الخارج، لو تحدثنا فقط على الصعيد الفلسطيني، وأيضا في قطاع غزة لو تحدثنا حماس تنظيمها له مؤيدين من بالحد الأدنى 20%، نتحدث عن
نصف مليون، هل يستطيع، هل الاحتلال يستطيع أن يقتل نصف مليون بهذه البشاعة؟ هو يستطيع، ولكن الأمر لن يكون لديه بالسهولة. لذلك حتى يحقق هذه الأهداف التي تحدثت عنها أستاذ هبة يحتاج إلى الحرب البرية. طب الرهائن هل يستطيع أن يصل إليهم بكل سهولة أو الأسرة؟ الأمر لن يكون سهلا، لكن المقاومة أعلنت أنها جاهدة لإطلاق سراح. أنا أعتقد هذا الأمر يجب أن ينجز طبعا بترتيبات مع الجانب المصري قدر المستطاع. أولا إطلاق سراح الأجانب الموجودين لدى المقاومة والذين طبعا تم إحضارهم مع وجود عدد كبير جدا من الأسرى بالخطأ. الأمر الثاني إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين، لأنه في النهاية كان الهدف هو فرقة غزة، لم يكن الهدف هو المدنيين في المستوطنات، ولكن اشتبكوا لاحقا لأنه كان هناك أهداف طبعا لمتابعة جهاز أمان ووحداته في المستوطنات، ولكن تم الاشتباك كما نتابع مع طبعا حراس المستوطنات مع المقاومة، فكان خطأ في جلب بعض المدنيين. هذا الأمر لو ينجز ويبقى لديهم فقط العسكر وأفراد جنود وضباط الجيش الاحتلال واللي عددهم حسب ما على الاحتلال 199، ولا حسب ما تعلن المقاومة العدد قد يصل إلى 250 لأن هناك بعض مزدوجي الجنسي، لكن بالتأكيد الأمر سيكون صعب والاحتلال لن يستطيع أن يحتل هذا الأمر بكل سهولة. وتقاس الحرب البرية منذ اللحظة الأولى للاصطدام مع المقاومة، إن بدأت إن وجدوا مواجهة عنيفة من المقاومة أعتقد هذا سيغير مسار هذه الحرب. لكن أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، وينضم لي هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد صباح الخير. صباح الخير أستاذة هبة. أهلا وسهلا بحضرتك، ودعني أبدأ معاك من حيث انتهى دكتور أيمن. العملية البرية اللي بتتحدث عنها ما بين الحين والآخر وما بين الساعة والتانية إسرائيل، مدى قابليتها للتحقيق بالفعل على أرض الواقع؟ وهل شايف مدى التوسع فيها وطول أمد الصراع في رأيك؟ يعني في الواقع أستاذة هبة أننا جاء تصعيد خطير غير مسبوق بين إسرائيل هذه المرة والفصائل الفلسطينية وقرار إسرائيل بإنهاء حماس ومن خلال عملية برية شاملة يعني يحظى برعاية ودعم أمريكا. الرئيس بايدن في إسرائيل قال للإسرائيليين أنهم لهم كل الدعم كل الوقت. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن إسرائيل اتخذت قرارا استراتيجيا بأن تقوم بإنهاء حكم حماس في غزة، بأن تدخل بريا، لكن تواجه تحديات. يعني الأمر ليس بهذه السهولة أو هذا الرغبة التي تريدها إسرائيل، هناك تحديات كثيرة على أبرزها بالطبع قضية الأسرى والرهائن. إسرائيل والغرب يضغط جيدا على إسرائيل ويعرف أن أي عملية برية سيكون ثمنها هؤلاء الأسرى الذين أعلنت حماس عنهم وهم ما يقارب 200 أو 250 شخص، ونحن نرى أن إسرائيل حاولت قصف بعض الأماكن وأدى هذا لمقتل أكثر من 22 أسير ورهينة لدى حماس، وبالتالي هذا شكل عامل ضغط على الجانب الإسرائيلي. العامل الآخر وهو أيضا التحدي الأكبر هو العامل السكاني. يعني إسرائيل إذا اتخذت قرارا بالغزو البري في هذا التوقيت سيكون انتحارا سياسي. لماذا؟ لأن في هذه المربع السكني وهذه الكتلة السكانية في غزة، نحن نعرف العالم كله يعرف أن 2.6 مليون نسمة هم متمسكون بالأرض، ولذلك تقوم إسرائيل الآن باستراتيجية التهجير والقصري الفلسطينيين من خلال تحويل منطقة غزة أو شمال غزة تحديدا إلى منطقة جحيم، وقطع الكهرباء وقطع الماء والقصف وقصف الأهداف المدنية من مستشفيات ومدارس كما أنت أشرت وغيرها من الأهداف التي تجبر أو تحاول أن ترهب وتجبر الفلسطينيين إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، ثم بعد ذلك إلى الحدود كما هو الاستئناف أو الإحياء المخطط القديم بتهجير القصري وتوطينهم في سيناء. هذه الاستراتيجية تقوم على أنه بعد التهجير ستقوم بسياسة الأرض المحروقة بالدخول البري وبالتالي العمل على التخلص والعمل، لكن هذه أيضا واجهة بتحديات. الفلسطينيين متمسكون بأرضهم، كلما قامت إسرائيل باستهداف أهداف مدنية وسياسة الأرض المحروقة وقتل وإمعان القتل في الفلسطينيين، هذا بيأتي بنتائج عكسية على الجانب قوات الاحتلال وإسرائيل. لماذا؟ لأن الرأي العام الآن بدأ يدرك أن الرواية الإسرائيلية الأولى التي كانت يعني بسببها تعاطف معها القوى الغربية أو بعض الدول أو بعض الأطراف بأنها تواجه تهديد من حماس وأنها تواجه ما اسمته بالبطوش وغيرها، الآن هذه الرواية انهارت تماما مع قيام إسرائيل بالمعان في القتل في الفلسطينيين، أكثر من 3700 شهيد فلسطيني في الـ11 يوما السابقة، أكثر من 11000 شهيد مصاب عفوا فلسطيني
تدمير كامل لأحياء كاملة في سيناء، وبدأ العالم وكما قال الرئيس السيسي أن إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي. طيب دكتور أحمد، يعني بعد نجاح المساعي المصرية بوساطة دولية لدخول المساعدات إلى قطاع غزة أخيرا كما نقول، إزاي شايف الوضع ومساعي نزع فتيل الأزمة؟ يعني هل تراها تلوح في الأفق وشايف يعني الأزمة، وكيف ترى المشهد فيما بعد؟ ما هو منتظر؟ شوف استاذ هبة، في الواقع أن أمام هذا المشهد يعني المأساوي، هنا بقى هي دور مصر، لأن مصر هنا تمثل ما يسمى تيار الاحتواء والاعتدال. نعم. يعني في ظل استقطاب شديد، في ظل اندفاع غربي غير مسبوق من جانب إسرائيل، وهذا الدعم وهذا الاندفاع هو الذي شجع إسرائيل أن تستمر في هذه ما تقوم به الآن من سياسات تهجير، من قتل، من احتواء، من حرق سياسات العقاب الجماعي. في المقابل هناك نجد الطائرات أيضا تحاول أن توظف القضيات والسلاح لصالحها لصالح أطراف معينة، وبالتالي ما بين هذا التصعيد والتصعيد الآخر وبين هذا الاستقطاب الذي يدفع ثمنه الأبرياء من المدنيين، هنا يبرز الدور المصري الذي يمثله الرئيس السيسي فيما يتعلق به العمل على ثلاثة أهداف مشتركة ومتوازية ومتكاملة. الهدف الأول هو وقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين من خلال إدخال المساعدات. الأمر الثاني أيضا التنسيق مع القوى المختلفة، القوى الصديقة والقوى الإقليمية، من أجل وقف هذا التصعيد ومنع خروج الأمور عن السيطرة. هنا تبرز أهمية قمة القمة الإقليمية الدولية التي تعقد في القاهرة. ثم الهدف الثالث وهو البحث في جذور هذه المشكلة من خلال إزالة حقيقية هذه الأسباب، وتعني إنهاء الاحتلال وإعادة الأمل إلى المفاوضات والسلام، لأن امتداد الأفق السياسي هو الذي أدى إلى هذا الانفجار. وهذه الجهود حقيقة بدأت يعني تمثل أهمية كبيرة، تأتي ثمرات متعلق بالهدف الإنساني ويعني دور وإدخال المساعدات الإنسانية ربما اليوم أو غدا، وهذا بيعكس أيضا التضامن طبعا الشعب المصري يعني مع يعني حكومة وشعبا في تخفيف المعاناة على الفلسطينيين. وهذا بيعكس حقيقة كما نقول ليس كلاما مجرد كلام، ولكنها بيعكس أن مصر هي الدولة التي تقف قلبا وقالبا مع الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالجانب الإنساني، فيما يتعلق بالجانب السياسي، فيما يتعلق به. وده شفناه بكل الإشادات الدولية وقبل الإشادات الدولية، المساعي ترى من خلال المواقف بالفعل اللي احنا شايفينها على الارض. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ومن رام الله نقف على تطورات الاوضاع. تنضم لنا هاتفيا استاذه شروق اسعد، عضو الامانه العامه لنقابه الصحفيين الفلسطينيين. استاذه شروق اهلا وسهلا بيكي. اهلا فيكم. يعني طبعا نرى شعارات زائفة ومضللة من أجل قتل الشعوب، ضعينا في آخر التطورات حتى اللحظة. حقيقة ليلة البارحة كانت ليلة صعبة، تحديدا عندما غادر الرئيس الأمريكي بايدن. القصف كان عنيف جدا على قطاع غزة. أنا شخصيا لدي عائلة في الداخل، وفقدنا الكثير منهم وفقدنا كثير من الزملاء الصحفيين. عمليا في 24 ساعة هناك أكثر من 600 شهيد فلسطيني، تتخيلين الأعداد. اليوم نتحدث عن إذا كان هناك أكثر من 3500 شهيد، تقريبا 2500 منهم حسب وزارة الصحة الفلسطينية هم من الرضع والأطفال والنساء، 12000 جريح أيضا الغالبية من النساء والأطفال. لا توجد معركة حقيقية بين جنود ومقاتلين، ما يحدث هو قرار إسرائيلي بمسح قطاع غزة عمليا. هناك أحياء بكاملها مسحت، هناك أكثر من نتحدث عن 70 عائلة مسحت من السجل المدني، توفيت تماما هي والأولاد والأبناء. نتحدث عن قصف المشافي، نحن كصحفيين فقدنا 14 صحفيا، 50 مكتب صحفي قصف، يوم الأونر وأطباء بلا حدود وغيرهم فقدوا أيضا زملاء داخل قطاع غزة. الوضع كارثي، لا يوجد كهرباء، نحن لا نستطيع حتى أن نصل إلى زملائنا وعائلاتنا عبر الهاتف. الماء أصلا يعني اليوم أصدقائي يقولون يشربون ماء بحر مالح ملوث، تخيلي يعني أطفال وعائلات. عائلتي مثلا نزحت إلى دير البلح بعد أن قال الجيش الإسرائيلي طلب من الجميع أن يتوجه إلى الجنوب. نتحدث عن 50 فرد من أطفال وعائلة وأصدقاء. قصفت أيضا دير البلح،
المخطط، يعني هناك مخطط إعلامي بدعشنة الفلسطينيين، وهذا خطير جدا، يشبه ما حدث بالحادي عشر من سبتمبر حين صف العالم مع وضد، وأيضا عندما تم قصف العراق أيضا. الحديث عن أكاذيب كبيرة اعترفت أمريكا بعدها بأنها أكاذيب، لا يوجد يعني أي، يعني هناك نقل حديث رواية إعلامية إسرائيلية وقرار بتبني الرواية لاصطفاف العالم. اليوم سيصل رئيس الوزراء البريطاني، سيصل الرئيس الفرنسي، هناك شيء غريب جدا، ولا يوجد حديث عن أصل الأمور، وكأن الأمور بدأت في السابع من أكتوبر، وهناك أكاذيب كثيرة. يعني ما يصلنا من غزة لا يتم المساس للأسرى الإسرائيليين، هناك حتى من أجري لهم عمليات داخل قطاع غزة، لكن هناك أكاذيب لا يوجد لها أي أساس من الحقيقة، ولا يوجد حديث عن قتل الفلسطينيين والأطفال. لكن أستاذة شروق، يعني ضربة السابع من أكتوبر وكما رصدتها كل الصحف العالمية كانت ضربة في الصميم للجانب الإسرائيلي المحتل الإسرائيلي. صحيح، كانت إلى أي مدى سترين أو إلى أي مدى تتوقعين سيستمر العقاب الجماعي ردا على هذه الضربة؟ أولا لابد أن نشير أن العقاب الجماعي والاحتلال متواصل منذ 75 عاما. هذه هي الرواية الفلسطينية، أننا شعب تحت الاحتلال نريد حل سياسي وليس عسكري لإنهاء الأزمة. أرى أن الأمور ذاهبة لتصعيد. تتحدثون كما سمعت قبل قليل عن التهجير. إسرائيل تتحدث، وأنا صحفية وأراقب الإعلام وأراقب الصحفيين الإسرائيليين، الحديث عن تهجير على الأقل مليون فلسطيني إلى سيناء وإلى غزة. وبالمناسبة هناك مخطط آخر للتهجير باتجاه الأردن في الضفة. هذا مخطط مؤلم جدا وصعب جدا، ولا يريده الفلسطينيون. الفلسطينيون يريدون البقاء في منازلهم، وإلا لرأيت الملايين اليوم عند معبر رفح. لا يريد الفلسطينيون الخروج من أراضيهم وتكرار نكبة 48. ومصر تحدثت بشكل كبير وجيد عن هذا الأمر وشكل واضح، وهناك موقف عربي مصري أردني وغيره مساند حقيقة للفلسطينيين. ما نعيشه هو مرحلة مفصلية جدا، قد نكون أمام مساعي لنكبة جديدة باتجاه الفلسطينيين، لكن هذا الصمود الفلسطيني داخل غزة من جهة، وأيضا المساعي العربية والفلسطينية من جهة أخرى، يجب أن يقف أمام كل المساعي الإسرائيلية بهذا الاتجاه. إسرائيل ستقتل المزيد من الفلسطينيين، وقد تعد الدخول البري، ولا حديث عن حل سياسي، وهذا ما هو أخطر ما هو موجود على الساحة اليوم. بالتالي المواقف المصرية الحاضرة اليوم بقوة، الموقف العربي، كل المساعي، حتى صمود الناس رغم أنهم تحت القصف، كل هذا ربما يقف أمام الاصطفاف الأمريكي والأوروبي غير المسبوق باتجاه القضية الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله أستاذ شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين. ومكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في رصد كل التطورات في القضية الفلسطينية أولا بأول على شاشة دي أم سي. مكملين معاكم بعد الفاصل، هنتابع لقاءتنا من الاستوديو. Thank you.
يا رب تجمعنا في يوم عن قريب يا رب. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية، وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. بتتسارع الأحداث بشكل كبير وملحوظ في قطاع غزة في فلسطين، وتطور الموقف المصري أيضا بشكل ملحوظ منذ بداية التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، بداية من إعلانها إجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين لوقف إطلاق النار، ودعوتها أيضا للجميع بضبط النفس وصولا لمنع خروج الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح، وإن لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات للقطاع، ومرورا أيضا بالتصريحات المتكررة بأن سيادتها ليست مستباحة وأمنها القومي أولوية. رحب بضيفتي العزيزة دكتور سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ. أهلا بك يا دكتور سماء. أهلا بك يا أستاذ هبة، وأهلا بالسادة المشاهدين. تصاعد للموقف، وربما التصاعد هو مفتاح لانفلات، ازاي شايفة الموقف بشكل عام قبل ما نتكلم على الموقف المصري والموقف العربي؟ ويمكن في بداية حديثي أحب أوجه يعني خالص العزاء للشعب الفلسطيني في الألاف من اللي فقدهم في الفترة الأخيرة من القصف الإسرائيلي الغاشم، اللي الحقيقة بيعد انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهو الحقيقة الشعب المصري بيواجه إبادة جماعية وجرائم حرب تستوجب الشعب الفلسطيني تستوجب المساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم. لو أنا هتكلم عن فكرة التصعيد، خلينا نتكلم أن من 7 أكتوبر لحد الآن في تطور متلاحق في الأحداث، وإصرار إسرائيلي للتصعيد بشكل كبير وصولا للإجتياح البري اللي هي بتهدف إليه في حسب يعني ما أعلنته. الحقيقة أن ده من شأنه أنه يؤجج ليس فقط الداخل الفلسطيني ولكن أيضا المنطقة العربية. صحيح. لأن هذا يمثل تهديد ليس للأمن القومي الفلسطيني ولكن أيضا للأمن القومي العربي، لأن هناك استفزازات كثيرة بيأتي على رأسها السيناريو اللي بتأكد عليه للأسف الشديد إسرائيل والعديد من الدول الغربية بأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو سيناريو النزوح إلى سيناء وإلى الأردن، وهذا سيناريو مرفوض تماما. والحقيقة أن أكد السيد الرئيس على رفضه في أكثر من مناسبة لعل أهمها في تخريجه لدفعة الكلية الحربية، وأيضا أثناء اجتماعه في مجلس الأمن القومي المصري. نعم. بالإضافة للقائه اللي أذيع مباشرة على الهواء، وده كان لأول مرة. صحيح. مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. خلينا نشير هنا للخريطة اللي كانت خلف السيد الرئيس للقطر المصري في إشارة على الحدود المصرية وخاصة الحدود الشمالية الشرقية. صحيح. اتساقا مع التوقيت ومع سبب زيارة وزير خارجية. أيضا أكد في مناسبة رابعة مع المستشار الألماني بالأمس أنه لن يقبل بهذا السيناريو، لأن الحقيقة السيد الرئيس قدم قراءة استباقية لما تستهدفه إسرائيل وهو الدخول إلى سيناء بحجة أن هناك أنها تتعرض لعمليات إرهابية. لأنه الحقيقة أرى المشهد بشكل كبير، خلينا نقول أن السيد الرئيس عايز يقول أن الهدف الرئيسي لإسرائيل هو إعادة احتلال سيناء مرة أخرى، وإطلاقه أننا القومي الحقيقة خط أحمر. ده وقف العديد من يعني عايز أقول لحضرتك أن أغلب الصحف الأمريكية والغربية كانت تنادي بأن هذا هو الحل الأساسي. خلينا أشير أيضا لإشارة السيد الرئيس في اجتماعه بالأمس مع المستشار الألماني لما طرح أن لماذا تفكرون في سيناء وصحراء النقب موجودة. نعم. خليني برضه أتكلم لأن في البعض فسر الكلام بشكل خاطئ لتحميل السيد الرئيس بأنه يعني يعطي الفرصة للاحتلال الإسرائيلي بأنه يجتاح
قطاع غزة كما يرغب شريطة أن يتم ترحيل الفلسطينيين هو كان فيه لصحراء في كلام سيادة الرئيس امبارح جملة تحمل معنيين. هو خلينا نتكلم وده سؤال السنكاري طبعا. نتكلم طبعا إن هناك جهات وجماعات بتتصيد أي شيء وبتحلله أو بتقرأه بقراءات مختلفة لتأجيج الموقف، لأن الحقيقة أن السيد الرئيس الشعب المصري بيلتف حواليه وبيثق فيه ثقة كبيرة جدا، ولعل المظاهرات اللي حصلت امبارح اللي خرجت تدعم السيد الرئيس وتفوضه لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحقيق أمننا القومي وأيضا لحل القضية الفلسطينية كانت إجابة قاطعة أمام العالم كله. أيضا إدارة السيد الرئيس للأزمة إدارة حكيمة من البداية، تصريحاته يعني دقيقة للغاية، كلمات يعني في مكانها وفي توقيتها وفي مناسبتها، وبتبعث رسائل كثيرة جدا للخارج، رفضه التام لسيناريو النزوح رغم ما تردد بأن هناك محاولة لمكافأة مصر مقابل الأرض البديلة اللي هتديها بإلغاء الديون على مصر. ده كان الرد قاطع بشكل كبير جدا من قبل السيد الرئيس. خلينا نتكلم ان اوراق الضغط اللي موجوده في يد السيد الرئيس وبالاخص مصر اللي هو ربط دخول المساعدات بخروج الاجانب، دي كانت ورقه يعني جيده للغايه. ايضا الموقف العربي اللي تمثل في الغاء القمه الرباعيه كان مزمع انعقادها بالامس. ولكن هرجع تاني، اسمحي لي يا دكتور سما، لموضوع الموقف العربي، لكن لازم يعني ما ينفعش امر عليها مرور الكرام توقيتات الخطوط الحمراء المصريه واهميتها. هو الحقيقه رسائل الى الخارج بالظبط، يعني خلينا نتكلم ان السيد الرئيس اعلن اكتر من مره الخط الاحمر، مره في قضيه ليبيا، مره اخرى في سد النهضه، الان في نزوح الى سيناء. هذه الخطوط الحمراء يعني بتوصل رساله ان يعني ان مصر وصلت للذروه وللقمه وانها لن ترفض اي تجاوز. فدي رسالة واضحة جدا، مجرد السيد الرئيس بيقول لأن خط أحمر فهم بيعرفوا أنه هو وصل إلى يعني المنتهى، أنه لن يقبل أي مساومات أو أي مفاوضات في القضية اللي هو أطلق فيها خط أحمر. فالحقيقة أن أمننا القومي هو بالفعل خط أحمر. السيادة المصرية خلي بالك، المليون كيلو متر مربع ممنوع الاقتراب منهم، حدودنا واضحة سواء كانت مع الغرب مع الجنوب مع الشمال الشرقي، لن نتنازل مش هقول عن شبر من الأرض، عن حبة رمل من أي صحراء موجودة على حدودنا. سيناء في الوجدان المصري، دفعنا الغالي والرخيص للحفاظ عليها وعودتها مرة أخرى، تارة بالحرب وتارة بالسلام. فهي رسالة واضحة جدا من قبل القيادة السياسية وأيضا من قبل الشعب المصري في خروجه بالأمس لتفويض السيد الرئيس. ممكن أشير أيضا للجلسة الطارئة اللي حصلت في مجلس الشيوخ أمس، واللي تم تفويض جميع النواب، أولا حرص جميع نواب مجلس الشيوخ على حضور الجلسة. طبعا الكلمة اللي تفضل بيها سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في بداية الجلسة كانت واضحة جدا لموقفنا بإدانة ما يحدث ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتولى مسؤولياته تجاه هذا العدوان الإسرائيلي وضرورة إنهاء هذا الانتهاك وهذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بالإضافة أن هو فوض السيد الرئيس في نهاية كلمته لأن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لحل القضية الفلسطينية وبما لا يمس بأمننا القومي بأي شكل من الأشكال. اسمحي لي يا دكتور سماء، معايا هاتفيا دكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. دكتور أسامة صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة هبة والأستاذ المشاهدين. كلمة الأزهر أكيد لها ثقل خاص جدا خلال هذه الأزمة، وليس بالجديد على دور الأزهر. نعم أستاذة هبة، نعم. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا قلوبنا جرحى ونتألم تألم المكلوم على هذه القضية وهذا الوطن الإسلامي والعربي والذي يمثل
ليس فقط وطنا للفلسطينيين وإنما لكل العرب، لأن فيه مقدساتنا وفيه قبلتنا الأولى. ويعني زي ما حضرتك اتكلمتي وضيفتك الكريمة من دقائق، أننا نتمسك بتراب أوطاننا ونبذل من خلاله دماءنا. نعم. وهذا موقف الأزهر الشريف، والذي يؤكد عليه دائما فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله وبارك فيه، هذه المواقف التي تؤكد على التفاف الشعب المصري حول جيشها وقائدها في هذه الأزمات. هذه المواقف التي تبين صمود الشعب المصري جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة، نعم، مدافعا عن قضايا وطنه وقضايا الأمة كلها. النهاردة أستاذة هبة، عندما لا نجد في هذه المعركة إلا من يعانون آثارها الحقيقية والشعب المصري معهم يؤيدهم، يعني الموقف بصراحة نجد فيه من الخذلان من شعوب أخرى وشعوب قريبة ما يبكي القلوب قبل العيون، وما ينفذه الكيان الصهيوني من مجازر وحشية في حق الشعب الفلسطيني جريمة حرب مكتملة الأركان، وسيحاسب عليها عاجلا أو آجلا، وسيكتب التاريخ أسماء من ارتكبوا هذه الجرائم وحرضوا عليها ودعموها بمداد الخزي والعار. موقف الأزهر الشريف ليس جديدا عليه، بل هي مواقفه على مر التاريخ. الأزهر الشريف في حرب أكتوبر خرج علماء الأزهر يحملون السلاح مع جيش مصر، ونحن الآن في هذه اللحظة على أتم استعداد للوقوف على الجبهة مع جيشنا فور إشارة واحدة منه. نعم. علماء الأزهر بهذه العمامة والذي الأزهري بهذه الروح لحماية الأرض وتراب الوطن وحماية مقدساتنا الإسلامية على أتم استعداد ببذل، وله أيضا دور توعوي. هذا الدور التوعوي الكبير جدا للأزهر الشريف يتمثل في بيان الحقائق من خلال هذه البيانات الصادرة عن الأزهر الشريف، والقوية جدا، والتي لا تصدر عن أي دولة من الدول عربية أو إسلامية، لم تصدر، لم يصدر بيان بهذه القوة عن أي مؤسسة دينية أو غير دينية من 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 هذه الدول التي نراها تتراجع في أدوارها في وقت هذه الأزمة العصيبة التي يجب أن تقف فيها جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها وجيشها في وجه هذا العدوان الغاشم الذي يأتي كل يوم يبطش ويعربد من جديد. هذه المشاهد التي لن نستطيع أن ننساها لا ليلا ولا نهارا، ولا تذهب من أمام عيوننا وكأنها تسجلت في الذاكرة، لا تستطيع أي أقوى الأشياء أن تمحوها من ذاكرتنا أو من قلوبنا. وتحية إجلال لهذا الشعب الصامت، الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه رغم مخاطر هذا القصف الغاشم. فهم يضربون أروع الأمثلة في البطولة والمساندة والدعم من خلال طبعا اللامتناهي على كل المستويات. نعم. سواء القوافل الغذائية التي تنتظر فتح الأبواب، آلاف السيارات، آلاف ملايين المصريين الذين خرجوا بالأمن بعد دقائق معدودات من دعوة السيد الرئيس، جموع الشعب المصري الذي يقف في وقت الأزمات، في وقت الأزمات، نعم، مع قيادته، مع جيشه، محافظا عن وطنه، عن أرضه، عن عرضه، وعن البلاد العربية والإسلامية كلها. هذه روحنا نحن المصريين نبذلها من خلال نبذلها فداء لديننا ولعروبتنا ولمعتقداتنا ومقدساتنا.
أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. ودور الأزهر ليس جديدا عليه، كما قلنا يعني مؤسسة دينية، مؤسسة تربوية توعوية بكل ما تحمله من معنى، وكمان مؤسسة الأزهر حينما أيضا تشارك في التبرعات الخاصة بأهالينا في فلسطين أكيد بيكون ليها وقع خاص جدا عند المصريين. برجع مرة تانية ليكي دكتور سما، وتوقفنا عند الدور المصري، انتقل معاكي إلى الدور العربي. إيه المنتظر في الفترة القادمة خاصة بعد إلغاء القمة الرباعية اللي كانت منتظرة في الأردن ولم تتم في أعقاب أحداث المستشفى المعمداني؟ هو خليني يعني أقول بعض الملاحظات قبل أن أجيب على تساؤل حضرتك. أن كان من الانطباع العام لدى الشعوب العربية أن الدول العربية ليست على قلب رجل واحد، وأن هي مشتتة وأنهم مش متحدين. الملاحظة الثانية، المحاور اللي بناها السيد الرئيس يعني بسبب سياسته الخارجية ناجحة جدا. المحور الأول كان محور مصر الإمارات السعودية، المحور الثاني كان مصر الأردن العراق. نحن نجني الآن ثمار هذه المحاور من خلال التضامن العربي الظاهر حاليا. أقدر أقول أن الأحداث الأخيرة أظهرت الوحدة العربية وتكتل الدول العربية وراء القضية الفلسطينية اللي هي القضية المحورية للدول العربية. كان دايما المحور العربي ده تحت سهام النقد. بالظبط. فإحنا دلوقتي بنواجه الحقيقة، لأن ده كان نوع من التشويه مش أكثر، لكن الحقيقة تحمل الكثير، وهي أن هناك تنسيق عالي جدا بين الدول العربية وبتقوده مصر في الفترة الحالية. خليني أدلل على هذا الكلام من خلال موقف الدول العربية اللي زارها وزير الخارجية الأمريكي، اللي حددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وخاصة مصر والأردن. ده كان موقف موحد من قبل الدول العربية. كان من تفعيل يكون أكثر قوة خلينا نتكلم يعني المظهر الثاني لتفعيل هذه الوحدة رفض الدول الاجتماع مع الرئيس الأمريكي بالأمس. الثالث مؤشر وهو الاستجابة السريعة من الدول العربية لدعوة السيد الرئيس لعقد اجتماع أقليمي عربي لحل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي. خلينا أقول أن كل الرهاصات دي كلها في النهاية بتخلينا نصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن الدول العربية ليس كما كان يدعى أنها متفرقة، لا بالعكس هي متحدة. وأكثر القضايا اللي بتوحد الدول العربية هي القضية الفلسطينية. المتوقع لقمة السبت القادمة في مصر؟ هو الحقيقة خلينا نقول أن في بدأت برضو مؤشرات أن هيتم أن هي راح يعني ينتج عنها قرارات للتهدئة في القضية ووقف الاجتياح الإسرائيلي. أول شيء طبعا بعد يعني إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي بالأمس تم الموافقة على دخول المساعدات المصرية أو جزء منها، 20 سيارة زي ما أعلن للأراضي الفلسطينية. دي جزئية. الجزئية الثانية أن الرئيس الأمريكي صدر عنه بيان أو صدر عن بيت الأبيض يعني امبارح بالليل بيان بيشكر مصر على جهودها في القضية الفلسطينية وبيؤكد على ضرورة التهدئة في منطقة الشرق الأوسط. فدي خلينا نتكلم إنها مؤشرات، لأن زي ما إحنا عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل الرئيسي في القضية الفلسطينية، لكن وإن على الناحية الثانية محورية الدور المصري مهم جدا. ده طبعا ده ما أنا أشرت إليه، أن مصر بدأت دورها واستخدمت أدوات الضغط، وبالتالي قدرت أنها تجمع الدول العربية بشكل موحد واتخاذ موقف موحد. ودي كانت رسائل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية اللي بتساند إسرائيل في هذا الهجوم الغاشم وهذه الحرب، حرب بالإبادة الجماعية. أنا يمكن عايزة أتكلم عن سريعاً فكرة يا سريعا يا دكتور. اتفضل. اوكي.
إن وسائل الإعلام العربية قدرت إنها توصل لدول العالم، وده شجع العديد من الشعوب إنها تخرج في مظاهرات بتساند الحقوق الفلسطينية، ودي كانت عامل ضغط على الحكومات الغربية. وده اللي بيخليني أؤكد على إن المؤتمر اللي هيعقد في مصر يوم السبت القادم سوف يسفر عنه قرارات ستلزم بها إسرائيل بشكل أو بآخر. نتمنى. دكتور سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، نورتينا وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا أستاذة هبة. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، تابعونا. الفكرة كلها ان احنا ان نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع الى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن ان احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة الى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد اسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها وعن امنها القومي. تقوم النهاردة في اطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على ان هي وتقوم بتوجيه ضربات للاراضي المصريه. مصر دوله كبيره حرصت على السلام باخلاص، وبالتالي محتاجين ان كلنا نساهم في ان الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكره غير قابله للتنفيذ. اذا كان هناك فكره للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. الأمر ليس يتوقف على وقف إطلاق النار أو إرسال المساعدات فقط، بل هو سؤال يتردد في أذهاننا كلنا: هل هناك ضمانة لعدم حدوث أو تكرار ما حصل من قصف مدنيين وقصف المستشفى الميداني وقصف بالأمس حتى ليلة أمس قصف مدرسة خاصة بالأونروا؟ حتى الأطقم العاملة في الإنقاذ قصفت، وهذه تعتبر جرائم حرب. ما هي الضمانة لعدم تكرار مثل هذه الأمور؟ ويبقى السؤال أيضا: هل يمكن التعويل على أطراف أخرى لصناعة السلام؟ روسيا، الصين يظهرون الآن في المشهد بشكل كبير جدا. أسئلة أطرحها على ضيفي العزيز الأستاذ أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام. نورنا أستاذ أحمد. صباح الخير. شايف الموقف بشكل عام قبل ما أطرح عليك بعض الأسئلة؟ الموقف بشكل عام موقف المجتمع الدولي مخزي للغاية. في مجموعة من النقاط لابد أن نؤكد عليها في الثوابت المصرية. القضية الفلسطينية قضية مركزية، أم القضايا، قضية محورية، هي سبب كل توتر في المنطقة.
القضية مصر بتحمل على كتفها القضية الفلسطينية منذ 75 عام، من 1948. نعم. خاضت من أجلها حروب، ونزفت من أجلها دماء، واستشهد من أجلها شهداء مصريين بالألاف. نعم. فبالتالي أكتر دولة ضحت من أجل القضية الفلسطينية هي الدولة المصرية. المسألة وما زالت تحتضن القضية. وما زالت الرئيس السيسي لما قال أنه فكرة تصفية القضية الفلسطينية لن تسمح به مصر، دي حقيقة. مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، مصر لن تسمح بتهجير أهالي غزة إلى سيناء. وهنا وجب الإشارة إلى أنه لاجئي غزة أو لاجئي فلسطين ليسوا كأي لاجئين آخرين، وده اللي أشار ليه سيادة الرئيس. ده البعد النظر، ده النظرة الاستراتيجية اللي بيتكلم عليها الرئيس السيسي، أنه مش مجرد تهجير إلى سيناء، مصر فيها 9 مليون ضيف من كل الجنسيات. فالمسألة ملهاش علاقة بالعدد، هي لها لا علاقة أرض بلا شعب. بالضبط، انه تصفيه قضيه انه ارض بلا شعب، مفيش دوله، مفيش شعب، يبقى مفيش دوله. نعم. المساله الثانيه هيصفي الضفه على حساب الاردن. وبالتالي انتهت تماما القضيه الفلسطينيه. فكره سيناء اللي قالها الرئيس امبارح وصدر مشاكله لشعوب اخرى، بالتاكيد مصر اصبحت طرف. فبالتالي انتهت كمان اتفاقيه السلام ونقل ساحه الحرب فعادت الى مكان اخر وهي سيناء، بالتاكيد أرض السلام. فعاد التوتر ما بين مصر واسرائيل. فاصبحت مصر واسرائيل في حاله حرب. فالمساله مساله متشعبه ومعقده للغايه. فكره التصفيه مش تصفيه بس، هي ولكن وطن التفنيد بديل. اللي قدمه سياده الرئيس وجب الاشاره. التفنيد تفنيد حقيقي، تفنيد واقعي من منطلق مخططات مقروءة بالنسبة لنا، مؤامرات وقطعت الطريق على ما يردد أو من يحاول زعزعة أمن واستقرار مصر من الداخل. بالتأكيد بإثارة الشائعات. لا، الموقف المصري حاليا من أزمة غزة، من الصراع في غزة، موقف تاريخي لم يحدث من قبل. منذ حرب 73، يعني منذ 50 عام. الموقف المصري لا يزايد عليه أحد. الموقف المصري في منتهى الصرامة والصلابة والحزم. مصر لما تقول التصعيد يقابل بتصعيد، دي أول مرة يتقال كلام من النوع ده، وشهد استجابة فورية من الشارع المصري. التنسيق العربي على أعلى مستوى. الموقف العربي الحقيقة موقف تاريخي، لأنه موقف متميز وصلب. الدول العربية، المحاور اللي كلمت عليها الدكتورة سامة سليمان، دي محاور حقيقية بتتكلم بلغة واحدة وموقف واحد وطريقة واحدة. الموقف الآن مختلف. الحقيقة أنا عايز أشير في موقف عربي كنا نحلم به من قبل، موقف من عربي قبل القضية، دي حقيقة. من قبل أن تستعر هذه القضية، موقف عربي تاريخي لم يكن من قبل. موقف الجبهة الداخلية المصرية على أعلى مستوى، الرئيس وخلفه المؤسسات، سواء كان البرلمان، سواء كان الأحزاب، سواء كان الأزهر، الكنيسة، القوات المسلحة، الحكومة، الشعب، الجميع احتشد خلف الرئيس في هذه القضية. الجميع يرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية. لن يسمح مصري بفكرة التهجير، لن يسمح مصري بفكرة التفريط في رمل، في حبة رمل واحدة من سيناء، ولن يحدث. لأنهم هنا من كلمات ورسائل سيادة الرئيس عرفوا المخطط، بالتأكيد. والمؤامرات، المؤامرة اتكسرت في 2013، فيعاد تحديثها ويعاد مرة تدويرها. طبعا تدويرها مرة أخرى بطريقة أخرى. فبالتالي هي كانت ذريعة، ما حدث يوم 7 أكتوبر بالنسبة لليهود والأمريكان كانت، أو الإسرائيليين والأمريكان، كانت ذريعة. ولذلك احنا مؤخرا خلال كام يوم دول، 12 يوم احنا بنتكلم من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي، شفنا حتى لغة الناس اللي كانت قبل كده بتهاجم القيادة السياسية، انتوا بتسلح الجيش ليه؟ قالوا لا، دي رسالة قوة. عرفوا دلوقتي، الان فهمنا. الان عرفنا لماذا سلح الرؤية الاستشرافية اللي كانت، اكيد لسه ده كان موضوع كنت هتكلم فيه باستفاضة الحقيقة. الآن عرف الشعب المصري لماذا سلح الرئيس السيسي للجيش، لماذا سلح الرافال، لماذا المسترال، لماذا الغواصات، لماذا الفرقاطات، لماذا التنوع في مصادر السلاح. مصر عشان تخرج من الأزمة الأساسية بفكرة أنه مصدر السلاح كان مصدر واحد. الآن عرف الشعب المصري لماذا أقدمت الدولة المصرية على تعمير وتنمية سيناء وتخصيص أكثر من 700 مليار جنيه مصري عشان تنمية سيناء، عشان لهذا الهدف. الآن عرف الشعب المصري لماذا فعلت الدولة المصرية على مدار 10 سنوات كل ما فعلته، لأن هناك نظرة استراتيجية استباقية للأحداث.
هرجع تاني للنقطة بعد دي. نظر هرجع تاني للنقطة دي، ولكن كنت بتساءل مع السادة المشاهدين عن موقف أطراف جديدة في صناعة السلام. احنا بنتكلم عن طرف هو الاحتلال الإسرائيلي بغطاء أمريكي بالتأكيد. وهي قوة دولية دعم لا محدود، 2000 من قوات المارين أصبحوا موجودين دلوقتي، حاملات طائرات وفرقاطات ترسل، دعم لا محدود ولا مشروط يرسل للمحتل الإسرائيلي. إحنا شايفين أعمال دامية بتتم، مجازر بتتم في حق الشعب الفلسطيني حاليا. الأطراف اللي يجب أن تكون حاليا موجودة وبقوة على الساحة حاليا لتفرض كلمتها في صناعة السلام، إزاي شايف أن هي ممكن أن هي يكون فعلا مؤثرة في الفترة القادمة؟ أنا رأيي أنه آن الأوان لعالم جديد متعدد الأخطاب. بعد الفشل الأمريكي الزريع في قيادة العالم، بعد الانحياز الصارخ للمحتل للكيان المغتصب، فبالتالي بقول آن الأوان أن يكون هناك عالم جديد متعدد الأقطاب، قوة متوازنة، ويكون للدول العربية والمنطقة العربية كلمة كبرى فيها ودور محوري فيها، إلى جانب الصين، إلى جانب روسيا، إلى جانب الهند، إلى جانب أقطاب أخرى من أمريكا اللاتينية زي البرازيل. وبالتالي العالم أصبح في حاجة ملحة وحاجة ماسة لأقطاب متعددة تنهي تماما قيادة أمريكا الجانب الأمريكي للعالم، وتحقق السلام والإنسانية اللي هما أكثر عدلا وأكثر موضوعية. عالم حقيقي هيبقى أكثر عدلا وأكثر موضوعية وأقل انحيازا، لأنه أمريكا قيادة القطب الواحد للعالم فيها انحياز مبالغ فيه، انحياز فج، فيها انحياز صارخ فردية بالتأكيد. لأنه لما يجي الرئيس الأمريكي لكيان معتدي يقتل الأطفال ويقتل النساء ويشرد الآلاف والملايين ويبيد مدن، فده معناه انه ده انحياز غير مبرر، انحياز حامل الرساله، تحمل رساله استفهام او علامه استفهام لكل شعوب المنطقه ولكل قاده المنطقه. امريكا لا تعرف الا اسرائيل، ولا تسمع الا من اسرائيل، ولا ترى الا اسرائيل، وليس عندها استعداد الا ان تسمع لاسرائيل. لما يجي الرئيس الامريكي يقول لحكومه اسرائيل انه انا جاي اشوفكم انتم محتاجين ايه، الأسلحة، لما يطلب من الكونجرس 10 مليار دولار أسلحة لإسرائيل، ده انحياز صارخ وانحياز واعتراف صريح إنها تكيل بمكيالين. يعني إذا كان هو راح أرض المعركة وشاف ما يتم من تدمير وخراب ومجازر، مجلس يحضروا اجتماعات مجلس وزراء، ده تدخل مش طبيعي، ده لم يحدث في الأعراف الدولية. الحقيقة كمان في عندنا مشكلة تانية، إن المنظمات الدولية زي الأمم المتحدة زي مجلس الأمن، كل المنظمات الدولية اللي أصبحت غير فاعلة في كل ما يتعلق بإسرائيل، أصبحت منظمات مكبلة إنه قراراتها غير مجدية، وإما زي مجلس الأمن الفيتو، فبالتالي أصبحت مؤسسات معطلة لا فائدة منها. الآن أصبح الوقت المناسب للدول العربية، لأن كلها موقف صلب كما حدث مع زيارة بلينكن. وهنا برضو عيننا بتروح على طول على القمة الدولية والإقليمية المنتظر يوم السبت القادم. بالتأكيد دي قمة مهمة للغاية، دي قمة دعوة الرئيس السيسي فيها استجابة واسعة من كل قادة العالم، المنطقة الإقليمية، المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط. فعالية القمة دي بعد إلغاء قمة الأردن في التوقيت طبعا ده. قمة الأردن صفعة كبيرة للجانب الأمريكي، رفضهم بالتأكيد لأول مرة تحدث، أول مرة تحدث مصر والأردن وفلسطين رفضهم عدم مقابلة أو إنهاء قمة بلينكن، أو رفض الدعوة، اجتمعوا الدعوة على قرار، واجتمعوا على قرار بعد تنسيق، وده حقيقة، والبيان الخارجية كان كده سواء في الأردن أو مصر، أنه بعد تنسيق ما بين القادة الثلاث، ما بين الرئيس السيسي الملك عبد الله محمود عباس أبو مازن، فكان القرار بعد تشاور، لكنه في النهاية صفعة للجانب الأمريكي، بتقول لهم احنا رافضين سياستكم في المنطقة، رافضين انحيازكم المطلق لإسرائيل. وبالتالي الدور الكبير على القمة ان شاء الله، قمة يوم السبت، هتبقى قمة مهمة، لانه الاطراف اللي فيها اطراف مش ما فيهاش انحياز، اطراف موضوعية، فيها كمان اطراف شايفة الحقيقة وشايفة اللي بيحصل في غزة واللي بيحصل في فلسطين، وشايفين انه ده تصفية للقضية الفلسطينية، وانه ده هيبقى على حساب دول زي مصر وزي الاردن، وان الدول دي لن تسمح الى جانب الدول العربية بتصفية القضية الفلسطينية، لانهم عارفين ان دي قضية محورية. فكرة انه وقد
فكرة إقامة دولة فلسطينية من جانب الأمريكان ومن جانب اليهود ومن جانب إسرائيل لن تحدث. هو الأمل في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية دي مسألة غاية في الأهمية، لأن حتى دي كمان دولة منزوعة السلاح. أيوة. يعني ما فيش أي مشكلة من جانب، لكن فكرة المخطط الأكبر والوطن البديل والنيل والفرات والخزعبلات اللي هم عايشين فيها لن تحدث. لن يحدث أن يكون هناك دولة إسرائيلية من النيل والفرات إلا على جثث الشعوب العربية. لن يحدث، لن يحدث. أستاذ أحمد، الجانب الألماني كان له رسالة للمحتل الإسرائيلي وقال له أنه الأمر متروك ليه كمدى زمني في عملياته العسكرية. إزاي شايف الرسالة دي ومدى تأثيرها كدعم دولي ليه في المجازر اللي هو بيرتكبها؟ أولا دي يعني ده كان معتصم هو واخد على أنه يعمل المجازر الوحشية دي، مش أول مرة ارتكب مجازر قبل كده، لكن لم تكن بهذه الفظاعة. لما بنتكلم في 12 يوم 3000، أكتر من 3500 شهيد. أيوة. منهم أكتر من 1000 طفل أو ما يقرب من 1000 طفل، هذا لم يحدث في العالم. هذه الدولة الوحيدة المحتلة في العالم. هذه الدولة الوحيدة المحتلة على كوكب الأرض، وبالتالي دي مسألة يعني لا يرضى بها أي إنسانية، لا ترضى بها أي بشرية، لا ترضى بها أي أعراف أو مواثيق دولية. ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين عموما لا يحدث في أي مكان في العالم. طب شايف إزاي فكرة الصراع البري اللي هم دايما يتحدثوا عليه، احتمالية طبعا مش كبيرة، لكن هو بالفعل هم بيخططوا لده، لكنها عندهم كذا تحدي. يعني أول تحدي الأسرى الرهائن والجنسيات الأوروبية والأمريكية اللي موجودة. الضغط الدولي بعد الموقف المصري والموقف العربي، أصبح هناك ضغط دولي وأمريكي حتى. في تراجع في الدور الأمريكي من حيث الدعم المطلق. لما يقول بايدن، طبعا وده كلام لا يعني لا يعول عليه، لما يقول أنه أنا وجهت أسئلة غاية في الصعوبة أو قاسية لنتنياهو، إيه نوع الأسئلة اللي أنت وجهتها لنتنياهو؟ فبالتالي طبعا ده وقال وجهت لي في المؤتمر غايه في الصعوب بالظبط. فهو المساله انه الموقف المصري وصلابه الموقف المصري وصلابه القياده المصريه في موقف حازم وحاسم، وصلابه الموقف العربي الحقيقه، والمحور المصري السعودي الاماراتي، المحور المصري العراقي الاردني، دي محاور مهمه جدا في الازمه. فبالتالي صلابه الموقف غير من المفاهيم، غير إلى حد ما من صلابة المواقف حتى الأوروبية. مواقفها تغيرت، مواقف الدول الأوروبية تغيرت إلى حد ما. لكنهم في النهاية شفنا في الكابيتول الأمريكي مظاهرات مساء أمس، كل العواصم الأوروبية مساندة لغزة. طبعا في مظاهرات في لندن مساندة لغزة، في مظاهرات في أثينا، في مظاهرات في أسبانيا، في معظم الدول الأوروبية. كان في مظاهرات إلا فرنسا اللي منعت المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني. الحقيقة وده كان موقف غريب جدا من فرنسا. فبالتالي دور الشعوب في تغيير رئيس وجهة النظر. الكلام امبارح على فكرة الرأي العام المصري والعربي. الرأي العام المصري والعربي يعني لا تتخيلي، متابعة لحظة بلحظة لما يحدث في قطاع غزة. الدور الرأي العام المصري والعربي له دور كبير في دعم القادة. له دور كبير الحقيقة، لأنه موقف رافض تماما لما يحدث في غزة، ورافض تماما لما يحدث في فلسطين. مش ممكن يبقى في مواطن مصري يسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة لسيناء، مستحيل. 105 مليون، أنا متأكد أنه ما فيش مصري يسمح بتهجير، بقبول فكرة تهجير أهالي سيناء، أهالي غزة إلى سيناء، مستحيل. فالموقف الرأي العام العربي والمصري موقف واضح تماما، والرئيس اتكلم عنه. الرئيس لما يتكلم امبارح على أنه لو اضطريت أن أنا أدعو المواطنين، ادعو الشعب للخروج، فالشعب خرج من لا هو قبل الدعوه يعني الدعوة. الشعب مش مستني، الشعب صحيح. خرج امبارح وهيخرج يوم الجمعه. فبالتالي في رساله طبعا لوحده القرار، احنا قلنا قياده سياسيه وخلف الشعب، الرئيس خلف مؤسسات الدوله ومن قبلهم الشعب. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عامر، مدير تحرير جريده الاهرام. دايما بنستمتع بوجودك معنا وبتحليلك الخاص. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا استاذ. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، والمتابعة للقضية الفلسطينية ما زالت مستمرة مع حضراتكم عبر شاشتكم المفضلة، شاشة دي ام سي. إلى اللقاء. لأجلك يا مدينة الصلاة.
لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة.